وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. سيد مازن، مرحبا بكم. حكومة العبادي تتراجع، لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بحسب ما صرح به العبادي. سيد مازن، هل نفهم من ذلك أن العبادي قد خرج من عباءة واشنطن بشكل نهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة ولكل المشاهدين. العبادي عمره ما كان خارج سيطرة إيران ونفوذ إيران، وبالتالي هو أراد أن يلعب لعبة عندما صرح أنه من الناحية الرسمية الحكومة ستلتزم بقرارات الإدارة الأمريكية أو في موضوع الحصار، لأنه أساسا هو يعرف أيضا أنه أمريكا هي القوة التي جاءت به وبمن معه إلى العراق عندما احتلت العراق، وأيضا بتوافق أمريكي إيراني. ولذلك عندما أراد أن تغازل أمريكا بأنه نعم سيلتزم بهذا الجانب، وهو يعرف جيدا أنه هو من جانب آخر يغض الطرف عن ما عن 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 التهريب أو التزوير العملة في العراق لغرض دعم أو معالجة الحصار الاقتصادي من خلال الميليشيات والحشد والأذرع الموجودة بالإيرانية بالعراق المتمثلة بالأحزاب الصفوية المرتبطة بإيران. فبالتالي حتى التصريح الذي كان إلى حد ما قد تصوره البعض من إيران أو عملاء إيران بأنه تمرد على قصة إيران أو العبادي حاول يخرج من العباءة الإيرانية ليتحول إلى عباءة ترامب، لكنه في الحقيقة هو كان التصريح مجرد مناورة، لكنه لن ولن يستطيع، لأنه من يحكم بالعراق ليس العبادي، من يحكم بالعراق هي الميليشيات المرتبطة بإيران وهي صاحبة السلطة والسطوة، وبدليل لاحظ ردود الفعل على العبادي وعلى تصريحه وعلى موقف الدولة، وحتى البعض وصل أنه مستعد أن يقاتل مع إيران ودفاعا على إيران ويتحدى من يقف ضد من إيران ويعتبر أنهم مديونين والوفاء لإيران يقاتل دفاعا عن إيران. هذا هو حقيقة الوضع في العراق، لأن العراق محكوم إيرانيا من كل ما موجود بالعملية السياسية، لا يستطيع أن يستمر بعمله وبمكانه وبموقعه ما لم يحظى بموافقة إيرانية ومباركة إيرانية وتسلية إيرانية. فبالتالي أنا أعتقد نعم سيكون العراق هو المحطة أو القاعدة التي من خلالها إيران تستطيع أن تكسر الحصار. طيب سيد مازن، العبادي أكد التزامه بالعقوبات ولكنه تراجع، ربما تعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية، لكن هنا أريد سؤالكم، مصير العبادي السياسي في حال أنه اختارت الخندق الإيراني، هل سيكون رئيس الوزراء القادم العبادي في الفترة اللاحقة؟ العبادي سوف لن يكون رئيس وزراء للمرحلة القادمة لسببين. أولا، العبادي المعروف ومتفق عليه حتى من قبل الإدارة الأمريكية وكل اللي موجودين بالعملية السياسية أنه هو أضعف شخصية بالمشهد السياسي، وليس لديه ذيك الكاريزما والقدرة على أن يدير دفة البلاد، ولذلك كانت الأمريكان يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون أنه أيضا هو لا يمكن أن يخرج عن عباءة إيران، ولذلك هذا الجانب معروف عند الأمريكان، كانوا يريدون أن يستثمرون العبادي لمرحلة عبور لمرحلة قادمة. حتى هذا الاختيار في تقدير الأمريكان سوف لن يستثمر العبادي في المرحلة القادمة، لأنه يعرفون جيدا العبادي مو رجل المرحلة القادمة، وهو شخصية ضعيفة وغير قادر على أن يواجه لا حلفاء اللي بالعملية السياسية إن اختلفوا معه ولا إيران، وبالتالي فهذا الجانب أيضا محسوم. الجانب الإيراني أيضا يعتبر العبادي أيضا شخصية متقلبة، شخصية غير قادرة على أن تكون صاحبة قرار، وربما قد يكون إلى حد ما ليس خاضع بالمطلق 100% إلى ما تبته إيران، لأنه يريد موازنة مع دول المنطقة مع أمريكا، عكس العامري وغيره من رموز العملية السياسية الذين هم يخضعون بالمطلق إلى إيران بنسبة 100% وربما أكثر. وبالتالي أيضا إيران سوف تعمل على أن لا يكون العبادي بالمرحلة القادمة، تريد تعمل بجد وبجهد غير استثنائي أن من يكون رئيس وزراء أن يستطيع أن يكون له دور في محاربة الحصار ودعم إيران وتسهيل كثير من الأمور اللي من شأنها أن تخلي إيران بعدها بالعراق ومهيمنة بالعراق ومصادرة إلى قرار العراق،
وهذا ما تدفع به إيران، ولذلك تجد ردود الفعل من قبل الرموز العملية السياسية المرتبطين بإيران الآن كل منهم يتسابق على أن يكتب ود إيران، البعض يقول نقاتل معكم، البعض نحن تلاميذكم، نحن جنودكم، نحن أوفي. طيب هنا سيد مازن، على ذكر ردود الفعل، هناك من هدد بضرب المصالح الأمريكية في العراق في حال نشوب حرب بين واشنطن وطهران، إذا مضت هذه التهديدات وفق الرغبة الإيرانية كيف سيكون الرد الأمريكي تجاه من أطلق هذه التهديدات وهي يعني ميليشيات منضوية داخل الحشد الشعبي؟ سيدي الفاضل، ها الميليشيات جميعا وبدون استثناء أضعف من أي قدرة على أن تواجه الترسانة الأمريكية أو القدرة العسكرية العراقية. هؤلاء أقوياء على أبناء شعبنا العزل، هؤلاء جبناء لا يستطيعون أن يواجهوا الأمريكان، وأتحداهم إذا يستطيعون أن يتصرفوا تصرف ضد الأمريكان. لكن السؤال ليس هذا، هل أمريكا جادة في معالجة في محاربة النفوذ الإيراني وتقديم دور إيران وتقديم هذه الميليشيات؟ إذا كانت الرغبة الأمريكية فعلا وجادة، سوف لن تستطيع هذه الميليشيات ومعها إيران أن تصمد أمام القدرة العسكرية الأمريكية الكبيرة. ولكن هل فعلا أمريكا ستقدم على هذا الفعل أم ستبقى ولكن سيد مازن بعجالة لو سمحتم، ولكن أنتم تعلمون ومراقبون للوضع العراقي، يعني الولايات المتحدة قدمت العراق لإيران، هذا صحيح، ولا تزال أمريكا، لأن أنا راح أضرب لك مثل يعزز على أنه أشكك على مصداقية أمريكا تجاه إيران. كيف أمريكا صار أكثر من سنة تهدد إيران، وأمريكا سمحت في هذه الانتخابات التزوير بالعراق وأن يتسيد المشهد ثانية عملاء إيران ورموز إيران وأحزاب إيران أكثر عددا من الانتخابات المراحل السابقة؟ نعم سيد مازن، من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي، شكرا جزيلا لكم.